جابر بن عبد الله اقترض قرضا من يهودي والميعاد بتاعه ميعاد جز النخل، يعني لما يثمر البلح يقطع البلح ويوديه. الا ان جابر بن عبد الله مشي في البستان فوجد النخل خاص، يعني بدل النخله ما كانت بتجيب 4 صبايط وخمسه بقت تجيب واحده واثنين، قال لك مش هتقضي الدين. فتكلم مع صحابه رسول الله ان يتكلموا مع رسول الله في انه يخلي اليهودي ياجل الدين. فالنبي جاب اليهودي قال له انظر جابرا، انظره يعني ايه مهلك. قال لا يا ابا القاسم. قال له 3 مرات انظر جابرا ما رضيش، لان اليهودي بقى نفسه حاجه يجل بها المسلمين بس، ما دي فرصه. فرسول الله ذهب الى جابر وقال خذ لي الى حائطك، يعني البستان كانوا يعملوا حائط حوله. فجاس رسول الله خلال النخل وقال يا جابر اين عريشك؟ العريش اللي هي العريش اللي بيقعد عليها صاحب البستان عشان يبقى قاعد مشرف كده على البستان. فاخذ جابر رسول الله الى العريش فجلس رسول الله في العريش. قال له يا جابر جز واقضي، اقطع البلح وروح اقضي دينك. ونام رسول الله اخذته سنه من النوم. وبعدين جابر جه قال له ما فعل الله بك يا جابر؟ قال له والله يا رسول الله لقد جززت وقضيت دين اليهودي وبقي لي ما لم يبق في اي عام. الله فضحك سيدني وقال اشهد اني رسول الله. حلام. اشهد اني رسول الله.